للحديث عن استهداف ناقلات النفط في ميناء جدة معنا من مكة المكرمة دكتور عبد الحفيظ محبوب الأكاديمي في جامعة أم القرى. أهلا بك دكتور عبد الحفيظ. بداية، المعطيات تقول إن انفجار الناقلة البريطانية في ميناء جدة كان سببه هجوما خارجيا، إلى من تشير أصابع الاتهام برأيك؟ تفضل. أهلا بكم. أهلا بك. الحقيقة يعني الوضع المنطقة ومرتبطة ب يعني الحقيقة إيران لا تود استفزاز طبعا الولايات المتحدة ولا إسرائيل، أعتقد أنها تكتفي باستهداف المملكة العربية السعودية، لأن الله هي لا تود أن تعطي فرصة لترامب القيام بضربات قاضية، رغم أن آخر يعني ضربة كانت لقتل العالم النووي. هناك توتر طبعا في العراق مع اقتراب ذكرى اغتيال سليماني، منزعجة إيران الحقيقة من أن السعودية هي التي تضغط على الولايات المتحدة لردع إيران وردع وكلائها في المنطقة، تقدم لها كل التسهيلات في المنطقة مقابل تحجيم دور وكلاء إيران. يعني نحن نلاحظ الحقيقة في يوم 11 ديسمبر أن هناك صور وزعت لمقاتلات سعودية ترافق قاذفتي B-52 تعبر أجواء المملكة العربية السعودية. يعني هذا طبعا يزعج إيران. نعم. هناك مرحلة للقضاء على وكلاء إيران، تم بعد تحييد دولة قطر. الحقيقة الآن هناك يعني جدية بين طرفي اتفاق الرياض اليمني تطبيقا لتحقيق وحدة الصف. هذا يزعج الحقيقة، يزعج إيران ويزعج وكلاء إيران الحوثيين الذين دائما يحاولون تقديم رسائل للمملكة العربية السعودية أنها هي حاضرة، هي التي تمتلك الأرض. لكن أعتقد الآن هناك مراحل جديدة، وهي وضع الحوثيين على قائمة الإرهابيين، ويعني المنطقة ستدخل مرحلة جديدة في تحجيم قدرات الحوثيين لصالح تحقيق الدولة المدنية في اليمن. حقيقة هذا كله يعني يزعج إيران، لأن هي تستخدم وكلاء إيران سواء الحوثيين أو غيرهم كأوراق تفاوض مع الولايات المتحدة مقابل بقاء النووي الإيراني. وهذا طبعا يعني غير، حتى في عهد بايدن لن يسمح ببقاء النووي الإيراني أيا كان، لأنه هو ليس فقط يهدد المملكة العربية السعودية، إنما هو يهدد إسرائيل ويهدد المنطقة ككل أوروبا. ولذلك إيران يعني مصرة ووكلائها مصرين على استهداف المملكة العربية السعودية. طبعا هناك أهداف كثيرة يتم التصدي لها، بعض الأهداف طبعا تضل الطريق أو يعني تصل إلى جزء من أهدافها، لكن هناك أهداف كثيرة تم التصدي لها وتدميرها في نعم. طيب، في المقابل دكتور عبد الحفيظ، ما هي الخطوة التي ستتخذها السعودية تجاه هذه الهجمات بحسب متابعتك؟ حقيقة المملكة العربية السعودية يعني هي لديها يعني قوة أمنية للتصدي لمثل هذه الهجمات، كما ذكرت قبل قليل أنها هي تصدت لكثير من، يعني يمكن لو نعد الأهداف كثيرة جدا التي تصدت لها. بعض الأهداف أو هناك طبعا المملكة العربية السعودية هي حينما تم إيقاف تحرير الحديدة كانت تشتكي المملكة العربية السعودية أن هناك أسلحة متقدمة إيرانية تصل إلى الحوثيين ويتم استهداف منشآتها الحيوية من قبل الحوثيين. وطبعا الإرادة الدولية لم تسمح للمملكة العربية السعودية بتحرير الحديدة، وهذا السبب الذي يعني الآن تضغط فيه المملكة العربية السعودية على المجتمع الدولي بالذات على الولايات المتحدة بأن تمنع يعني وصول تهريب الأسلحة إلى الحوثيين. لأن تهريب الأسلحة إلى، لأن المملكة العربية السعودية قضت على القدرات الحوثية
لكن هذه الأسلحة التي يتم تهريبها هي التي تستهدف بها المملكة العربية السعودية. الأسلحة التقليدية لا يمكن أن تصل إلى جدة أو إلى مناطق حيوية في المملكة العربية السعودية. ولذلك تصر المملكة العربية السعودية الآن يعني تضغط على الولايات المتحدة بأن تضع الحوثيين على قائمة الإرهاب. شكرا جزيلا لك الدكتور عبد الحفيظ محبوب أكاديمي في جامعة أم القرى، كنت معنا عبر الهاتف من مكة المكرمة.